بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. حتى عندما يتثاءب المارد تنطلق الأعاصير. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء اليوم من ملك وكتابة. تثاؤب المارد وانطلاق الأعاصير. خير، الجو اليومين اللي فاتوا دول كان فيه نواهات، بس الناس مش فاهمه. اصل الاهلي كان بيتثاءب ويتمطى لينطلق. دليل على ان عصير تثاؤب الاهلي اصابت بعض الضعاف في 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 صميم وجدانهم. هذا الهراء الذي ينطلق، وهذا الكلام المحموم الذي يصوبونه الى الاهلي ورجاله وسياساته. ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ ده احنا ما عملناش حاجه لسه. احنا لسه ما عملناش حاجه، لكن فيه خمسه عناوين مهمه. والان انتبهوا ايها الساده. المنطق التائه بين القوه والنتائج. الجحيم هو الاخرون. الف مبروك والدور على المقصه. والقصة والمشكلة والأزمة، الإصابات، اللغز والحقيقة. وأخيرا المجري، قطار الشرق السريع. محتوى إن شاء الله تستمتعوا به حضراتكم، ولضيق الوقت هنحاول بقدر الإمكان نفي بمناقشة كل هذا المضمون، لكن عايزين نقول لكم إنه في تدريبات خاصة لتدريبات وحدات خاصة للمدافعين والمهاجمين لفرقة الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي بمجرد العودة من الجزائر استعدادا لمباراة الخميس مع المقاصة في الدورة. باشمهندس، لاسارتي أشرف على تقسيم الفريق لمجموعتين في تدريبات متخصصة، مجموعة المدافعين لوحديها ومجموعة المهاجمين لوحديها. سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعة، الثلاثة العائدين من الإصابات، شاركوا في التدريبات الجماعية ومشاركتهم في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني. والدكتور خالد محمود قال انه موعد عوده حسام عاشور للمشاركه بعد شفائه تحتاج الى فتره محدوده، ربما من اسبوع ل 10 ايام. اخبار طيبه كلها، وقبليها معلول وازارو واجاهي. فنتمنى اكتمال الصفوف، وان كان برضو في المقابل تجد ناس عماله تغيب برضو زي وليد سليمان، خساره ملهاش اي يعني منطق في الفترة اللي احنا فيها دي. عايزين مرة نحس ان فرقتنا مكتملة، ويبتدي يحتار الجهاز الفني في لعب مين وقاعد مين. ما يبقاش كلها تغييرات اضطرارية وتشكيلات اضطرارية وتكتيكات اضطرارية. عايزين نشوف القدرة على المرونة والتنوع، بس ده بشرط اكتمال الصفوف ان شاء الله. وعلى ذكر وليد ازارو اللي انت ذكرته، الدكتور خالد محمود، انت عارفين ان ازارو في اجازة في بلاده. الدكتور خالد محمود اتصل بيه علشان ينسق معاه برنامجه التأهيلي اللي بيأديه هناك لحين عودته للقاهرة إن شاء الله. بينما رامي ربيعة العائد من إصابة أبعدته طويلا بينفذ أيضا برنامج بدني خاص جدا عشان يكون جاهز للمشاركة. مع كل هذه الإصابات ومع كل هذه الأزمة الكبيرة الحقيقة اللي هي لافتة جدا وتحتاج لمناقشات علمية كبيرة، الأهلي بيوقع عقد شراء جهاز استشفاء طبي عالمي لخدمة فريق الكورة. وقع العقد النهاردة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مع مجموعة الطبية للحلول الطبية، وذلك بحضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى الدكتور أمين الحميلي رئيس مجلس إدارة المجموعة الطبية. التعاقد تم على أساس شراء الأهلي للجهاز العالمي اسمه كريو، وده خاص بخطة مجلس الإدارة للاهتمام بتطوير النواحي الطبية والعلمية لقطاع كرة القدم. بيساهم هذا الجهاز الحديث اللي بتستخدمه الفرق العالمية في الاستشفاء وفي تجهيز اللاعبين عقب التدريبات والمباريات. يبدو أن أزارو عاد إلى القاهرة. عاد، في كلام من الإعداد بيقولوا لي رجع. السلام. تضمنت اتفاقية الأهلي اليوم مع المجموعة الطبية للحلول تدشين أبليكيشن أيضا يطلق عليه استشارة، ده لخدمة أعضاء النادي لمساعدتهم في التعامل مع الأزمات الصحية
ويتم الرد عليها خلال 4 دقائق. يعني هذا التعاقد للأهلي مع هذه المجموعة الطبية يوفر الجهاز الخاص باستشفاء اللاعبين بعد المباريات والتدريبات، وبيقدم خدمة طبية لأعضاء النادي. مسألة أنك تفكر في الأعضاء وأنت مهموم جدا بالحالة الطبية لفريقك، وبتحاول تطور الأجهزة وتطور القدرات الخاصة بالأفراد، ده بيدل عن أن النادي شغال في كل المحاور يعني. لكن أتمنى أن يساهم هذا الجهاز والتكنولوجيا الجديدة في وضع حد للغز الإصابات في النادي الأهلي، هنتناقش فيها بالتأكيد. لكن كمان الأهلي في خدمته للمنتخبات الوطنية كلها، 5 لعيبة من الأهلي في منتخب الناشئين مواليد 2001 اختارهم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن ربيع ياسين، عربي بدر ومحمود صابر ومحمد المغربي ومحمد أشرف وحارس المرمى حمزة علاء. منتخب الناشئين بيخوض معسكر رابع في أحد فنادق القاهرة في إطار استعداداته للمشاركة في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب 2021 اللي هتكون في موريتانيا، وهي مؤهلة لكأس العالم للشباب 2021. يعني مع كل هذه العناصر الطيبة، كل منتخب هتلاقوا فيه عدد لا يقل عن هذا العدد 5 6 لعيبة وربما أكثر في بعض الحالات من أبناء الأهلي. كنت أتوقع أن يكون العدد أكبر، لكن يبدو أن في إصابات برضو عند بعض اللعيبة زي شادي مثلا. لو سليم كان هيبقى في هذه المجموعة رغم أنه أصغر في السن، لكن لا يمكن تجاهل موهبة زي موهبته. أتمنى التوفيق لعناصرنا الشابة الدولية، لأن هم دول الأمل في بكرة بإذن الله. الدوري خارج الملعب، إيه الحكاية؟ أنت تصريح إيه الحكاية؟ سمعت كل الدنيا طبعا الدوري خارج أصلاً الملعب. أصلا المهندس عادلي قال الدوري خارج الملعب، وأنا قلت لك المرة اللي فاتت. طب ما هنشوف أنت قلت السيف إيه، وبعد كده نشوف إيه حكاية خارج الملعب دي. الدوري حسمه خارج الملعب. تعال نتكلم تعال نتكلم يا أستاذ إبراهيم على عناصر كرة القدم. ونشوف ايه اللي فيها بره الملعب وايه فيها جوه الملعب. ونشوف ايه اللي بيأثر على ايه. هي الاموال خارج الملعب ولا داخل الملعب؟ خارج الملعب. هي العلاقات بين عناصر اللعبه خارج الملعب ولا داخل الملعب؟ خارج الملعب. هو الاعلام خارج لا خارج المستطيل يعني، مش خارج الملعب، هي في الملعب بس خارج المستطيل. الاعلام في خارج في الملعب ولا في خارج المستطيل ولا خارج المستطيل؟ خارجه. ايه تاني؟ الاعلام، الفلوس، الاداره داخل المستطيل ولا خارج المستطيل؟ خارجه. ثم التحكيم داخل المستطيل لكنه خارج المستطيل. صح ولا غلط؟ صحيح. هو بيجري في المستطيل. صحيح. بس هو شؤونه خارج المستطيل. عايزين تجادلوا؟ نجادل. الاولانيه انت قلت الاموال، ودي اللي اسيء تفسيرها. ايه في ايه؟ دي اللي الناس كلها راحت قالت يعني ايه الدوري خارج الملعب وهيحسم خارج الملعب. ايه المقصود بيها؟ لا لما تضخ اموال بطريقه قويه جدا في اتجاهات معينه جدا بحوافز متباينه ومختلفه طبعا بتبقى مؤثره. انا ما بحكمش ان ده صح ولا غلط، وما بحكمش هو ده بيحصل ليه انما على الاقل هو بيكلمني بقول له لا في تغيير خالص في مناخ كره القدم دلوقتي. أي. خالص. ايوه. التحكيم، عناصر التحكيم، هو الكاس السنه اللي فاتت ما توجهش؟ سؤال بشكل مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد ده طلع قال كده. الراجل لما رئيس لجنة الشباب والرياضة الذي كان طرفا في فريقه في المباراة النهائية استغاث وطلب لدرجة انه حسبي الله ونعم الوكيل، انا عايز حكام اجانب يا ناس. وقبليها النادي الاهلي في الادوار ماتش الاهلي كيف خرج الاهلي من امام الاسيوطي؟ هات الماتش واتفرج عليه. خرج الاهلي كان وحش ماشي. طيب سموحة والزمالك، انت عايز يا سيدي الفاضل تقول انا فير، انت عايز يا سيدي الفاضل تقول انا شفاف، انا على مسافه واحده من الجميع.
ماذا يضيرك ان طرف بيقول لك انا الفلوس اهي زي ما بتعمل دلوقتي؟ ما انت وقتها قلت على جثتي. بس مش فاهم جثتك دي استحملت ايه ولا ايه ولا ايه الحقيقه. لان ما ان طلب اخرون لفي تحكيم، وبعدين ابتدى يتقال التحكيم من تونس لان دي اتفاقيات، بعدين لا تونس عمرها ما هتحكم تاني في مصر. هو ده ايه؟ هو ده ايه؟ لما يطلع مدير الاتحاد يقول لك من حق رئيس النادي انه يطلب حكام مصريين لانه عايز بطوله، ده مفيش اوضح من كده. اوضح من كده. هو انت مش عايز، هو انتوا انكم ما تعودتوش تحققوا في الكلام المريب. صحيح. عايزين احنا كمان نتغاضى عنه ونعمل نفسنا. وبعدين مش مريب يا باشمهندس، اصل المريب ده يحتمل الريبه. لا لكن ده كلام صريح قوي. لا يعني احنا بنتشتم. انا بتعرض. ده في واحد فقمه بيقول لك عدل يا اخوان. واخد بالك؟ هو انت مش لاقي حاجه تقولها؟ يعني انت كده استسهلت، عمال تدور على حاجه تنكد بيها اي مال وتلبسها لي. لا يعني ايه يعني دي؟ طب هو ايه علاقه ده باللي بقوله؟ ها؟ ايوه. انت كده يعني وجهت لي ضربه قاضيه؟ يا خايب يا خايب. انما الكلام السهل المعلب. ها؟ ما 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 يعني. وبعدين ده بيطلع وبيدفع له فلوس عشان يقول الكلام ده. واخد بالك؟ حاجه غريبه جدا. ده وبعدين التاني يقول لك والعملاء يا ولا ده والله اصطدتني وجعتني قوي. ايه الكلام العجيب ده؟ مع اني والله العظيم ما ياخدوا مني غير شكوى. لان كل واحد يقول كلمه عليا ان يثبتها. والا القانون يطال الجميع. صحيح. انا وانا بكلمكم ما اتهمتش حد فيكم، مع انكم كلكم فيكم العبر. وانا ما جيتش ناحيه حد، لان مش دوري ان انا اتكلم على سير الناس. انا مش ضعيف قوي كده. مش شايف قوي كده. انا ما مش لاقي حاجه يقولها، يقول لك ده مش عارف ايه وده كذا ويقعد يديك كلام قال يعني بينكد عليك وبينيمك. ما انت راسك في وسط رجليك يا واد، انت بتاع الاجهزه. انت فكرتني باحد هؤلاء المذيعين اللي طالع اليومين دول بيتكلم. لو كان الوقت يتسع هنجيب لكم فيديوهات ليه وهو ضمن المجموعه بتاعه حازمون اللي كانوا مقتحمين او مسيطرين على مدينه يعني الانتاج الاعلامي الاقتحام. اصل احنا بصوا كانت الغلغله لغايه فين. انا لست رجل ايديولوجيات، انا رجل وطني احب بلدي طبعا، افعل لها ما تريد مني كما تريد في التوقيت. وابسط مظهر من مظاهر التعاون ان تتحمل الظروف وان تتفائل بالمستقبل. صحيح. وتدعو الى هذا في اسرتك وفي بيتك وفي كل وامام الشباب. هو ده، هي دي المسؤوليه. صحيح. لما نقعد هنا واقول لكم يا جماعه ونحن نغير في مناهج التعليم عشان نخلق مواطن سوي جديد بيفكر بطريقه جديده على قيم جديده بسلوكيات جديده، حذاري ان يصبح نموذج البلطجه هو القائد المعتمد. هو احنا بنقول كده يعني؟ يعني ايه اللي بنستفيده شخصيا من هذا الكلام غير ان احنا عايزين بلدنا تبقى فعلا كل مجهود يبذل يجيب نتيجه؟ فمش عايزين نخرج بره الموضوع. نرجع تاني. كل ده عشان قلت ايه؟ كل ما اتعرض له الاسبوع الماضي ده عشان قلت طب هو انت زعلان قوي كده ليه؟ انت انا قلت يجي ست عناصر. منهم التحكيم. ايوه. انت حسست ليه على البطحة على طول؟ هو انا قلت لك حاجه؟ انا بقول هناك امور خارج الملعب سوف تتحكم في مسار الدوري. هي دي عايزه مناقشه. صحيح. هي عايزه ان احنا نقعد نحلل ونعمل. جزء من الامور طبعا، جزء من الامور فني. لكن ان انت ادي لك مثل بسيط يا استاذ ابراهيم. ولو انك عندك فقره اعتقد خاصه لهذا الموضوع. اتفضل. ايه الرعب اللي جاي للناس دي من اول ما النادي الاهلي عمل صفقاته؟ المخطط باظ. لاسراتي مش مقتنع بفلان وعلان. خلاف بين فلان وعلان. اللعيبه مش بتباصي لفلان. انشغلوا ازاي يخلقوا فتنه؟ ازاي يخلقوا جو من التشاؤم؟ لقوا جمهور الاهلي فرح، وجمهور الاهلي لما بيفرح بيبقى داعم قوي قوي قوي، ولما يبقى داعم قوي قوي الاهلي ده بيبقى فوق قوي قوي قوي. هو ده الرعب.
فانت الخطه مش ان يبقى قوي، الخطه انك انت تبقى ضعيف. وهي دي الاموال اللي خارج الملعب. الله، هي دي الاموال اللي مدفوعه خارج الملعب للتاثير على نتائج الملعب في البرامج وفي الكتائب اللي موجوده في السوشيال ميديا وايضا في الصحف. عارف الخدمه في اموال كتيره بتضخ. عارف الخدمه اللي عملوها لنا يا استاذ ابراهيم؟ الخدمه اللي عملوها لنا الناس دي ان عاد جمهور الاهلي صفا واحدا الا قليل. وهذا القليل باذن الله شكله هيبقى مفضوح قوي وهتبان قوي، لان كل الناس دلوقتي حتى اللي كانوا اتعودوا ينتقدوا ويتهكموا ويعمل كل بيقول لك اوفر الاهلي، ابتدوا يستشعروا الخطر، ابتدوا يستشعروا ازاي كانوا هينجرفوا الى المسار الذي يريده البعض لهم. النادي الاهلي ملوش الا جمهور، قولا واحدا ملوش الا جمهور، واحنا مش محتاجين يبقى معانا حد، عايزين كل الناس تبقى مع الناس كلها على مسافه واحده من الناس كلها، ويميزنا جمهورنا، واحنا النادي الوحيد اللي ملوش ما بيلعبش بجمهور. وده جزء بقى من عنصر الجمهور في تاثيره على النتائج في الملعب، الكلام اللي قاله المهندس عدلي في التأثير ما يحدث خارج الملعب وتأثيره على البساط الأخضر. الأهلي لعب مع بيراميدز بدون جمهور، واتقال التفسير لأن المباراة في ملعب الدفاع الجوي وهو أحد الملاعب اللي مش مسموح فيها بدخول جماهير. الزمالك هيلعب مع بيراميدز بس في بترو سبورت مباراة الزمالك، ومن ثم الزمالك من حقه إدخال جماهيره وبيراميدز يدخل جمهور عشان المباراة مش في الدفاع الجوي. طيب هنا في سؤالين، يعني الاهلي في الدور الثاني مع بيراميدز بره الدفاع الجوي لانه هيكون ملعب الاهلي هيكون فيه حضور جماهيري ولا لا؟ معناها كده ده النقطه المنتظره. الزمالك لما هيلعب بيراميدز في الدفاع الجوي في الدور الثاني مباراه بيراميدز مش هيبقى فيها جمهور؟ ننتظر. المباريات اللي اقيمت لبيراميدز داخل الدفاع الجوي وحضرها جمهور كان موقف لجنة المسابقات ولا حاجة ولا حاجة وموجودة. فده جزئية ازدواجية المعايير اللي المهندس عدل أشار إليها، مش بس فيما يخص قرارات التحكيم في الملعب، لا القرارات الإدارية براه اللي انت بتطبقه على سين ما بتطبقهوش على صاد للأسف. هنا ده الكلام، عايزين تديره بشكل موحد بشكل واضح وبشكل صريح المسطرة على الكل، غير كده ابقى اعرفوا ان انتوا مش واقفين في المكان الصح. لان في راجل رئيس منطقه بني سويف تجرأ وقال انا ما اعرفش حاجه عن موضوع قيد عبد الله السعيد. اول قرار لمجلس الاداره اتشال. اهو ده برضو يعني يعني حتى دي مش معموله بحنك. انا كنت اجيبه حقق معاه واقول له انت عملت كده ليه؟ فسر لنا معنى كلامك ومن امتى احنا محتاجين رايك مثلا. لانه طلع قال لك انا مش محتاج راي المناطق، انا عندي الباسم. تعرف القصه ايه؟ ما انا هعرفها منك دلوقتي، بس انا بتكلم لو الامور طبيعيه كانت هتمشي بشكل طبيعي، تعالى حقق معاك انت ليه قلت كده؟ طب وانت من امتى بيتاخد راي المناطق؟ ما احنا ما عندنا الباسورد كده. ولو طلع غلطان يعتذر او يوجه له اللوم، انما اتخض من اللي قاله واروح شايله. النهارده اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره قرر اقاله الدكتور محمد زين رئيس المنطقه ليه؟ وتعيين اخر. راجل استاذ جامعي رئيس. واستاذ في الاعلام ليه؟ ليه؟ يعني انا ما اشوفهاش كده، انا يعني حتى لو مضايقني ممكن يكون هو اتصرف بطريقه فيها تسرع مثلا. الامر لا يحتمل اكثر من المساءله. وهو كرجل مسؤول اذا اكتشف انه كان غلطان وهو متسرع مؤكد كان هيطلع يعتذر. طب هل هي إقالة ولا استقالة ولا إيه ظروفها؟ لأن هي واقعة ارتبطت بقيد لاعب في توقيت غريب جدا وعجيب ومريب، والحقيقة مش مريب لأنه الريبة تحتمل هذا وذاك، لكنه أمره كان مفضوح جدا أنه يتم فتح الاتحاد، يتم كابتن مجدي عبد الغني يقول للدكتور وليد العطار الساعة 4:30 الفجر تروح الصبح تسجل الاثنين لعيبة لبيراميدز، فيكلم الكابتن هاني ابو ريده ويكلم المهندس احمد مجاهد ويكلم الكابتن احمد شوبير والكل يقول له لا مش وقته وفي مباراه داخله، والكابتن مجدي يقول له لا تروح الصبح الساعه 8 وتبلغني، ويتم الفتح والقيد. المهم قصه كبيره كشف عنها الدكتور محمد زين رئيس منطقه بني سويف لما فوجئ بانه كارنيه اللعيبه اللي منشور مذكور فيه ان المنطقه منطقه بني سويف اللي هو بيرأسها واللي ما يعرفش حاجه عنها
فكتب الراجل وقتها ما يوضح به موقفه ان احنا مش عايزين نكون كما الزوج اخر من يعلم، وقال ان هذه المساله مريبه جدا وعجيبه. كانت النتيجه النهارده مجلس اداره الاتحاد في اجتماعه اقال الدكتور محمد زين وعين اخرا رئيسا لمنطقه بني سويف. هل هي اقاله ام استقاله ام خلفياتها ايه؟ دكتور محمد زين اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ابراهيم بيه. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. تحياتي للبشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. دكتور انت يعني وانا عايز اقول للساده المشاهدين بس الدكتور محمد زين يا جماعه غير انه صحفي واعلامي كبير لكنه كمان استاذ اكاديمي مرموق، هو عميد لكليه الاعلام ببني سويف، فبالتالي ما اعتقدش انه اللي بيتهمه من الاتحاد انه الراجل حب يعمل شو اعلامي، اعتقد هو اخر من يحتاج الى هذا الشو. اتفضل. يا فندم حضرتك شاهد، حضرتك طلبتني الحلقه اللي فاتت بعد الموضوع مباشره وانا رفضت ان اخرج. صحيح. الكابتن اسلام الشاطر طلبني وانا رفضت ان اخرج. ايوه. صدى البلد طلبت اكثر من قناه طلبت انا، لان انا ما بسجلش موقف، انا كنت بتكلم عن مبدا عام. كيف يتم انتساب او الساق نادي بمنطقه والمنطقه لا تعلم؟ ده اول شيء. ثم انتقالات لاعبين بمليارات الفلوس والمنطقه لا تعلم. ثم قيد لاعب يوم الجمعه والمنطقه لا تعلم. انا ما بقولكش ان انا ليا حق، ما اتكلمش في اللوائح، اللوائح دي لوائحهم والكتاب كتابنا وكله بنعمله بمنطقه والدفاتر دفاترنا ونقسم الغنيمه كيفما تشاء لنا في الاتحاد مش في المناطق. مصر دي غلبانه عليها السمع والطاعه وعليها ان تطقطق لانها مسؤوله عن يعني ناس غلابه ما لهمش نفوذ، لكن المنطقه انا قلت مبدا ان المنطقه ما تبقاش اخر من يعلم، وتحدثت ان لو المنطقه ليها حق، انا بقول لو المنطقه لها حق انا ارفض ان تكون بني سويف خيال مهافه او انها تكون الزوج اخر من يعلم او انها تكون كوبري اللي عدى عليها اي شيء، لان بني سويف محافظه كبيره وخرجت ناس كبار وفيها لعيبه كبار جدا جدا لعبوا فانديتا وزاز وكبار الاسماء موجوده. يعني بني سويف مش محافظه صغيره عشان احط اسمها والزقه. الاسيوطي كانت تابعه منطقه بني سويف، اوكي، لكن ما جاش بيراميدز ينسبوه للمنطقه، ما لقوش، فلازقوه بني سويف، ماشي يعني ومنا. احنا بنقول ومنا. طب هتقيدوا لها زي ما انت زي ما انت قيدت السيستم معاك والباسورد معاك وكل حاجه معاك، فانت معاك تكتيك يا منطقه احنا هنسجل الفلاني او هنعمل الفلاني. طبعا الكلام ده لم يحاط به علما اي شيء. انا سالت جميع زمايلي في مجلس الاداره، سالت جميع الجهاز الاداري ولا نعلم اي شيء. فقلت يا ناس عايزين مبدا، انا بتكلم في مبدا ان المنطقه ما تكونش اخر من يعلم، وانا اذا كان هناك حقوق، اذا كان هناك حقوق للمنطقه من مقابل انتقال اللاعبين في الدوري الممتاز اللي هم يملكوه وهم بيقتسموا وبياكلوا البيضه، الفرخه اللي بتزيد بيضه ده بياكلوا الفرخه والبيضه وكل شيء لوحدهم. المناطق دي غلبانه، احنا عندنا شباب يلعب في انديه. هو بعد ان حضرتك يا فندم الموضوع ده فجر عندي نوع من الفضول، انا اعرف طب ايه هو المناطق، ايه دورها؟ يعني اذا كان الباسورد موجود في الاتحاد المركزي وساعة الانتقالات مش محتاج للمناطق، لماذا ماذا هو ما هو دور المناطق يعني؟ ده السؤال اللي كنت بساله يا باشمهندس سعادتك يا ابراهيم. انا بسال يعني المنطقه دورها ايه؟ قال لك ده رئيس منطقه بني سويف يجهل اللوائح، ده يجهل اللوائح، علمونا اللوائح بتاعتكم. طبعا انا الكلام ده لا اقبله تماما. طبعا قول انت هذا الكلام، مفيش، ده هو بس بيهاجم. طب اعلنت اعتراضك تانية علشان سعادتك، اعلنت اعتراضك واحتجاجك. انت ليه ما اتحركتش لغسيل ماء وجهك اما كانت في مشاكل كتيره جدا للاتحاد؟ فين الشرط بتاع الاتحاد اللي ضاعت؟ فين مشكلات الطياره اللي ركبها احد اعضاء الاتحاد في قبل مباراه مهمه جدا لمنتخب مصر؟ في فضايح كاس العالم، في ليه ما اتحركتش؟ في اللي اتعامل مع ضابط. معقول يا دكتور وانت رجل اعلام تسيب موضوع مهم زي تصريح حضرتك وتمسك في الحاجات الفرعيه الصغيره دي شويه شنط على شويه؟ ده كلام برضو يا دكتور. يا دكتور المهم انت ازاي تقول كده، انما الحاجات الثانيه دي ده كلام كله ياخد براحته. يا فندم الهدف ان انا ابقى عبره للمناطق الثانيه، لو ان انا المناطق لازم تسكت، المناطق مظلومه، المناطق بيحتاجوها فقط لما يكون في مصالح.
المناطق دي لكن وينتظروا بقى اما يبقى فيه انتخابات اما يبقى فيه مش عارف ايه اما يبقى فيه مصلحه في التجار، لكن غير كده بركون عرفه. انا ارفض تماما هذا، انا مش محتاج ان انا لا اتسول موقعا. صحيح. ان انا يا اما تبقى المنطقه لها راي او لا، وحتى لو ما فيهاش طب ما تغير اللوائح، اشمعنى بتغير اللوائح لصالحك انت بيكون فيها يعني غنايم، لكن لما يكون في مصالح ديمقراطيه، مصالح البلد، مصالح الشباب، مصالح للناس، ارضاء للراي العام، ليه انت بتستفز الناس؟ بتستفز الراي العام ليه؟ وليه بتضرب عرض الحائط بكل شيء؟ وليه بتستقوي؟ يعني 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 من امن العقاب اساء الادب. صحيح. ليه من يعاقب من؟ من يعاقب من؟ طب دكتور بعد ما حضرتك كتبت التغريده اللي فاتت وكشفت على الموضوع، حد من اعضاء المجلس تواصل مع حضرتك؟ ما فيش غير الدكتور كرم كردي اللي هو يعني اتصل بيا وحاول يراضيني وكلام يعني ويفهمني المناطق ملهاش دور والكلام ده، قلت له انا ارفض هذا الكلام حتى لو كان لائحي، انا بطالب ربما تكون ضاره نافعه ان انا المناطق يبقى لها دور والمناطق دي مظلومه، يا اما دور يا اما لا دور، وبنادي بان يكون في اللوائح وتعديلها ان رؤساء المناطق يكونوا في الانتخاب. إذا كان رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الانتخاب، ليه ما يكونش رئيس المنطقة بالانتخاب من النوادي نفسها حتى يكون في خدمة المنطقة؟ طب إيه فايدتي؟ صحيح. إيه فايدتي؟ إحنا بندور على كراسي وبندور على مناصب، لا آسف جدا، إحنا بندور على مصلحة البلد، بندور على مصلحة الشباب، بندور على مصلحة الرياضة. إذا كان هناك من يبحث عن هذا كان بيع. أنا أشكرهم طبعا لأن هم صرفوا بحماقة كالعادة. وانا يعني انا هديت بالاستقاله وكان ممكن ان انا اقدمها رسميا، بس انا كنت متوقع منهم هذا الغباء ان هم ينفعلوا ويقولوني ويجيبوا واحد تاني من غير ما اعلم، لا تحقيق ولا سؤال ولا ايه. ليه التكبر ده على مين؟ تكبروا على مين؟ تعرفوا مين تعاملوا مع مين؟ انتوا بتجيبوا رؤساء مناطق عارفين من هم؟ من هم؟ ورجاله قاعده على كراسي لازم يبقى لها موقف. لكن النطاطي نصبه اسف جدا، ارفض تماما هذا الكلام، ولا منصب ولا رئيس اتحاد ولا رئيس منطقه ولا رئيس اي شيء. احنا بنعمل لصالح البلد، هو ده كلها تطوعي، احنا بناخد فلوس؟ ده كله عمل لصالح مصر. كله لصالح طب الشباب. انت تم السؤال او التحقيق او نمشي. هم عقلوني بالعكس، هم قالوا ان احنا بنقول الفساد بنشجع الفساد، بنشجع الفساد، اي واحد يقول كلمه حق لا. طب ازاي بقى الناس تتكلم؟ ازاي الناس تقول انا غلط وانا صح؟ فين الديمقراطيه؟ يقولوا لي وهم عملوا ايه في فسادهم؟ صحيح. انا قلت كلمه حق. صحيح. ده موقف يعني محترم يا دكتور. ايوه بس بس يعني كيف ابلغ وسبب يعني طب السبب الذي صيغه يعني ايه؟ يا دكتور انا مستغرب يعني انا طبعا اسمح لنا دكتور بس عشان اتواصل معاك يا دكتور فاضي تماما يا دكتور يعني اذا فكروا انهم انا بالعكس انا مبسوط ولم يحرك لي شعره بس انا مبسوط لاني وصلت رساله للاخرين يا دكتور محمد الناس اسكت الناس مش هتسكت صحيح دكتور محمد تأذن لنا بس ان احنا عشان نبقى نحن والساده المشاهدين فاهمين ماذا حدث هل حدث اي نوع من انواع الاستفسار بلاش التحقيق التواصل معاك العتاب اللوم ولا المصوغ بتاع تغيير رئيس المنطقه ولا لوم ولا جواب ولا رساله ده هم فوق القانون يعني ما قالولكش سبب التغيير المنطقه ايه طيب لا ابدا ولا حاجه هو الاستاذ صلاح بدر يا راجل محترم وكان رئيس منطقه قبل كده وهم شالوه ورجعوه تاني هو راجل شخصيه فاضله انا ما بتكلمش على المواقع ولا اتمنى له لا ما احنا وانا بوجه رساله لكل المناطق مش بني سويف فقط حقوقكم لازم تاخدوها موقفكم لازم يكون موجود حقوق الانديه الغلابه في دوري في المظالم في انديه الاقاليم في الشباب اللي مش لاقي نادي يلعب فيه الشباب يلعب على اسفلت كوره وفي ناس بتاخد ملايين ومليارات وتروح تفتح الاتحاد يوم الجمعه وتروح ما هو الان لائحه لكن ما فيها شبهه درعوا الحدود بالشبهات صحيح ليه؟ ليه يعني ليه لصالح مين؟ هل ده لصالح الرياضه؟ هل ده صالح نفوس الناس وتشجيع الناس والراي العام يهدى؟ انت بالعكس انت بتثير الراي العام انت بتدلدل الناس انت بتعمل فتنه بين الجماهير الناس كلها سابت الموضوع كله وقت الانديه والمشجعين في بعضهم جابوا ايد وما لا القصه قصه مبدا قصه مبدا قصه حق تستطيع انك تدير الناس كده ما تستاهلش خلاص
اما انت بقى مش لاقي حد يقول لك اقف مكانك، مش لاقي حد يسالك، وانت بقى فرحان بانك جبت البطوله. البطوله جت بطوله افريقيا، احنا عارفين ظروفها، ومع هذا جت باسم مصر وباسم رئيس مصر وجهوده وباسم الدبلوماسيه المصريه، مش اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يسال عن نتائج كاس العالم، يسال عن فساد كاس العالم، يسال عن مصايب اتقفلت. قفلت الدفاتر ليه؟ الدفاتر دفاترك برضه، واللوائح لوائحكم، والاخرين يتهنوا. يا الله انتوا على كل شيء، يعني ربنا بقى علام بيكم. شاكرين جدا، انا ارتحت جدا والله العظيم، مبسوط. ومكان انا يعني ما 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 الحمد لله ان انا خرجت منه، والحمد لله اللي بالطريقه دي. انا كابوس جدا جدا ان انا قدمت استقالتي، بس انا فكرت مرتين، انا كنت عارف ان هم اغبياء وهيفعلوا هذا الكلام عشان يكشفوا نفسهم امام الراي العام. شكرا دكتور محمد زين، وانا اعتقد ده موقف حضرتك تحيى عليه، لانه كان من البدايه من الممكن لو اي حد غيرك المنطقه بتاعته استخدمت علشان تمرير حاجه زي كده في اخر الليل او في يوم اجازه، لكن مجاهرتك بهذا الرفض لاثبات موقف ودفاعا عن بقيه المناطق في حقها ان هي تكون ليها دور، بدل ما هي كما الزوج اخر من يعلم، اعتقد موقف انت دفعت ثمنه، وان كان الثمن بلوشي، لانه الاقاله من عمل تطوعي لا تكلفك اي شيء. شكرا جزيلا للدكتور محمد زين، رئيس منطقه بني سويف السابق وعميد كليه الاعلام بجامعه بني سويف. لكن دي مثلا تصرف كاشف مثلا. مثلا طيب، في اطار المثلا، الفتره اللي فاتت تابعتوا حضراتكم انه النادي الاهلي لما مجلس ادارته وجمهوره وقياداته ورموزه تعرضوا لكل ما تعرضوا اليه من تجاوزات واساءات وتطاولات اعتقد مفيش حد ما يجهلها، مفيش حد ما يعرفهاش، استخدم الاهلي حقه القانوني في الشكوى الى القنوات الشرعيه. بعت 8 مذكرات لدوله رئيس الوزراء، للدكتور وزير الشباب والرياضه، للجنه القيم والاخلاق في اللجنه الاولمبيه، للجنه القيم في اتحاد الكوره، للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في برئاسه الاستاذ مكرم محمد احمد. في ايه تاني؟ استخدم هذا الحق القانوني في كل الجهات المسؤوله. اعتقد ده تصرف في منتهى المسؤوليه. هي المشكله، عارف يا استاذ ابراهيم؟ انك انت تقييم القوه والضعف اختل الميزان جدا. يعني انت دلوقتي وكانك انت بتنطلق من موقف الضعيف، ها، وبتشتكي وبتطلب الانصاف بشكل قانوني، مع ان هذا هو السلوك الحضاري، السلوك الرياضي الشفاف. اخذ الحقوق باليد هو منطق الغوغاء، منطق الضعفاء. ولكن المشكله لو انت فضلت تتبع الحق وتلقى الاتهامات وانت اللي تتشتم، وانت بطريقه غريبه جدا كل ما نقول كلمه يتم تحريفها والرد عليها، مش احنا بس، والنادي الاهلي. وكلام غريب جدا، وكان النادي الاهلي لما يشتكي ارتكب جرم، هو لا شتم ولا عمل ولا تمادى في الالفاظ. يبقى انت مطلوب منك ايه؟ هل تلجا الى نفس الاسلوب في اخذ الحقوق؟ وديك هيتقال لك ان في قرارات بالمنع وقرارات بالحظر، بتروح مسمي البرنامج اسم تاني ونقله على شاشه تانيه وجايب له معدين تانيين، وهو نفس النسق، هو نفس الاسلوب، هو نفس الكلام. لان العقوبه لا تنال القناه، بتنال البرنامج ويتم التحايل. فانت واخرتها احنا عايزين نظل ان احنا على مبدانا في حمايه الوطن من هذا التهاتر. طيب، تابعتوا حضراتكم كل ما صدر عن رئيس نادي الزمالك من اساءات؟ الألفاظ كله شافها، الاتهامات التي كالها الكل يعلمها، في حد معرفهاش؟ حد سمع على الصعيد الآخر أو على الجانب الآخر أو على الضفة الأخرى من النهر أي لفظ خارج أو خادش أو مسيء ردا على اللي حصل من الكابتن محمود الخطيب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسؤول في النادي الأهلي أو حتى في قناة النادي؟ سمعتوا أي لفظ خارج؟ سمعتوا أي إساءة؟ سمعتوا اي تجاوز؟ لو ده موجود قولوا لنا ايه هو. لكن لما ده ما يكونش موجود، وانه في طرف اسيء اليه بكل هذه الاساءات والاتهامات
والبعض يقول لا هي مجرد تساؤلات. تساؤلات يعني هو بعد ما كانت اتهامات ويلي 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 رجعت يدخل فيها ويدخلها يقول لك انا من حق اتساءل. تتساءل عن حاجه صدر فيها حكم نهائي من محكمه جنح مستأنف، برأت النادي الاهلي وقياداته. الحكم النهائي المفترض يخرج كل الالسنه. التساؤل بعد الحكم النهائي ونقول مفيش تعقيب على احكام القضاء، نعلق شماعه ونعمل عكسها وكل اللي احنا عايزينه. وبعد ما اللجنه الوزاريه لجنه التفتيش المالي من قبل وزاره الشباب والرياضه اثبتت هذه البراءه واصدرت تقريرها، لسه بتتساءل بعد الاتهامات والاساءات، يعني هي دي المشكله. طيب الاهلي تصرف من منطلق مسؤوليته المجتمعيه ولا زال ينتظر رد كل الجهات المحترمه المسؤوله اللي راحت لها المذكرات، لانه ثقه النادي الاهلي وجماهيره كبيره في كل الجهات اللي راحت لها مذكرات النادي الاهلي واللي حطت شكوى النادي الاهلي قدامها. الثقه كبيره جدا انه في النهايه هناك حرص كامل على اقرار الحق وعلى انه ما فيش حد فوق القانون وعلى ارساء وتدعيم دوله سياده القانون. الاهلي عنده كل هذه الثقه والا ما كانش عمل هذا التصرف وانتظر هذا الوقت. لكن ابص الاقي الموقف الاعلامي في في معالجه اللي حاصل. بسرعه خلوها خناقه. ومش عارف الخناقه المفترض في طرفين بيتخانقوا. وبسرعه يقول لك تبادل الالفاظ الخارجه. انا مش هتكلم على صحف صغيره ولا برامج مدفوعه ولا صفحات مموله والتمويل ضد الاهلي زي الرز. للاساءه للاهلي وعرقله مسيرته زي الرز. وفي كتير جدا من الشواهد والمشاهد ما علينا. لكن لما الامر يكون في الصحف ويكون في اقلام صحفيه البعض يصف ما حدث ويصوره على انه في خناقه يتم تبادل فيها الالفاظ الخارجه. الاهرام اعرق صحيفه مش مصريه. الاهرام مؤسسه صحفيه وجريده يعتز بها كل مصري. المؤسسه الصحفيه الاعرق والاكبر في الشرق الاوسط. لازم اي صحفي يكون عنده هذا التقدير وهذا الامتنان ان مصر فيها الاهرام كمؤسسه. لما يصدر عن الاهرام في يومين ورا بعض مقال راي يصف ما يحدث بانه خناقه بين الاهلي والزمالك وتراشق بالالفاظ النابيه. مره في اهرام الجمعه للزميل عمرو الدردير خلافات الاهلي والزمالك. فجاه بقت خلافات علشان شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. عشان يبقى المساله عايزه الحل المتوازن. ويتقال انه لا مصر داخله على كاس الامم وما يصحش القطبين يكون بينهم هذا التراشق وهذا التلاسن وهذه التطاولات. وعايز حد يقول لي بس فين التجاوز اللي صدر من النادي الاهلي غير انه غير انه بعت مذكرات مسؤوله لجهات عليا. في يوم ما في لحظه تجلي واندفاع منك كتبت الحكم الملاكي. قامت الدنيا وما قعدتش. ازاي؟ جلة الاهلي تكتب الحكم الملاكي، بقى ده كلام. ومين كابتن خطيب؟ مع ان احنا قلنا عدد الماتشات اللي حكمها الحنفي. لا بصرف النظر ماليش دعوة، أنت كتبت كلمة عيب قوي قوي. الحكم الملاكي. لكن لما يصدر بعد كده في أعداد متتالية سباب مباشر لمجلس إدارة النادي الأهلي. على صفحات أخرى ما حدش يقراها، مش ما حدش ينتقدها، ما حدش يتعرض لها. وبعدين انت مستني ايه يا استاذ ابراهيم؟ اصل انت عارف انت زي ايه؟ انت راجل المثقف المتعلم اللي ما يطلعش منك العيبه. وبعدين مره واحده ما فاض بيك قلت له بس يا ولد بلاش قله ادب، تتحاسب على الكلمه دي. لكن اللي طول النهار يقول لك يا ابني ويا ابني ويلي 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 ولا كانه بيقول حاجه، وكانها يعني ثقافته ها تسمح بكده تبرر هذا تجيز له ده تجيز تبرر ده. هذا يا اخوانا معقوله الكلام ده؟ فعشان ايه يجي يقول لك ايه؟ واحد بيشتم واحد فتاني بقى اول ما وشه احمر بقى زهق هيبتدي يقول له بعدين في قله يقول له لا عيب بقى عيب تعملوا في بعض كده نعمل في بعض ايه؟ يا ناس خليكوا فير شويه يا ناس خلي طيب. في عدل شويه خلوا في عدل. الاقي المقاله الثانيه امبارح في الاهرام للناقد الرياضي الجميل والعزيز الاستاذ اسامه اسماعيل
فيكتب أسامة إسماعيل التربص والاحتقان وكأس أفريقيا، اتكلم على حالة التربص بالمنتخب لكن في سياق العلاقة بين الأهلي والزمالك، بيقول أما الحالة الثانية فهي التراشق اللفظي الذي وصل إلى مرحلة البزاءة بين قيادات رياضية، وحتما سيؤدي إلى احتقان جماهيري قد يؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه، وترك الأمر على هذه الحالة ينذر بأننا لا قدر الله على وشك مصيبة جديدة كفانا الله شرورها، وقد ذقنا اثنتين منها على مدى السنوات الماضية وعانينا جميعا وعانت الكرة المصرية بسببهما الكثير، والتي لا نتمنى أبدا أن نعود إليها، ولكن لابد أن نعترف بأن هاتين المصيبتين وقعتا في أجواء ومناخ مشابه لما يحدث الآن من بعض غير المقدرين لأهمية التصالح المجتمعي، ونحن مقبلون على حدث وطني من المفترض أن يجمعنا معا وليس العكس. هنا ألاقي إلى مرحلة البزاءة بين قيادات رياضية. يا جماعة والله ما هنحل المشكلة طول ما احنا بصين لها بالثنائية ديت. لو الأهلي غلطان الزمالك مش غلطان، يبقى الأهلي هو اللي غلطان لوحده ويتسمى الغلط من الكابتن محمود الخطيب أنه عمل كذا، الغلط من مجلس إدارة النادي الأهلي أنه عمل كذا، ربطه في الزمالك والزمالك لم يصدر عنه شيء مش مفهومة. لكن لما على الناحية التانية لما يحدث كل هذا التجاوز في التجريح في الزمن والإساءة للأعراض والخوض في السمعة والاتهامات المالية والتشكيك في الصفقات في كل حاجة ويتقال في تراشق، التراشق يعني في حاجة بترشق حاجة، ايه اللي صدر من النادي الاهلي من تجاوزات يخلي ده تراشق، وإيه اللي صدر من قيادات أهلوية يعني يخليها خناقة؟ عشان اتساقا مع فكرك أنا هقدم اقتراح، كل واحد يكتب يقول ده قال إيه وده قال إيه، عشان نبقى نقول له كل واحد غلط عيب. ده قال إيه وده قال إيه؟ يعني إيه الألفاظ اللي أنت شايفها تم تبادلها؟ طيب الأهلي لا يزال ينتظر وسينتظر ويثق كل الثقة في أنه فعلا كلنا مهتمين بتعزيز وإرساء وتدعيم كل أركان مين أول ناس أشار سيادة القانون إلى ضرورة التنبه إلى أن يحدث سلام مجتمعي وأن ده بيسيء لسلام المجتمعي وأن إحنا مقبلين، إحنا أول برنامج أشار صحيح صحيح وطلبنا إيقاف هذا الأمر علشان إحنا مقبلين على امر يستدعي وحدتنا ونقعد مع بعض نشجع منتخب مصر. مش ممكن ان الجماهير تيجي الدقيقه 22 يهتفوا مع بعض للشهداء، 72 يهتفوا او 74 يهتفوا مع بعض للشهداء، وما بين هذه الدقائق يقعدوا يشتموا في بعض. وبعدين يتقال اصل يا جماعه احنا الأهلي بيشجع أي فرقة والأهلي ممكن يشجع، وبعد مباراة الترجي لو تفتكروا في مباراة الأهلي والترجي المباراة الأولى اتقال ما قيل مالك في الخبر عن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف تقريبا، والاتحاد الأفريقي راحت له شكوى من نادي الترجي ضد الحكم، والترجي لعب الجيم إداريا 10 على 10 لصالحه وخد البطولة بهذا الضغط الاداري اللي عمله، ولم يساند احد النادي الاهلي والاهلي ما لقاش اي مسانده ما علينا، بس في النهايه الترجي التونسي النافذ اللي قدر يوقف وليد ازارو بعد ساعات من مباراه القاهره، هشام محمد اتعور وخد 8 غرز، وحافله الاهلي تم الاعتداء عليها واسم الله العقوبه طالعه اول امبارح بعد الهنا بشهرين وتبرأ المهدي. طيب هذا الحكم اللي ما زالوا بيشوهوا أو بيحاولوا إن هم يلوكوا لبنته تشويها لسمعة الأهلي، الترجي قدم شكوى ضده للاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي لما بتجيله شكوى أول حاجة بيعملها بيوقف الطرف المشكو فيه علشان يحيلوا للتحيل لحين إثبات ده. جريدة الخبر الجزائرية امبارح نشرت ما تلقاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الاتحاد الأفريقي عن براءة هذا الحكم، وانه بعد كل التحيات اللي عملتها لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي ثبت لها تماما نزاهة وصحة موقف الحكم مهدي عبيد شارف. وقالت جريدة الخبر الجزائرية رفعت نهار امس اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم التجميد عن نشاط الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف،
وذلك بعد أن أنصفته التحقيقات التي قامت بها ذات اللجنة التابعة للكاف على براءة الحكم الجزائري من التهم التي وجهت له من قبل إدارة نادي الترجي التونسي وأيضا الاتحاد التونسي لكرة القدم، حيث اتهم الحكم الجزائري بتلقي رشوة من قبل النادي الأهلي المصري في مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال، وهذا وسيكون الحكم الجزائري مهدي عبيد أمام مهمة استعادة مستواه أو إثبات الذات واستعادة مكانته على المستوى الأفريقي وكذلك العالمي في قادم الاستحقاقات. وبتقول جريدة الخبر الجزائرية ما يؤكد فعلا بأن هناك مكيدة تحاك ضد الحكام الجزائريين من قبل هيئة الملجاشي أحمد الملجاشي اللي هو من مدغشقر رئيس الاتحاد الأفريقي، هو تخبط هذه الأخيرة في سقطات وأخطاء متتالية، خاصة وأنها قامت بالإيقاف التحفظي، ده الإيقاف التحفظي على الحكم عبيد شارف، بينما شطبت اسم زميله اتشعلي من قائمة الحكام المرشحين لإدارة لقاءات كأس العالم للأندية لتعود ذات الهيئة لرفع التجميد عن الأول دون الاعتذار من الثنائي. وبتقول أنه اللجنة أو الاتحاد الجزائري مطالب أنه يستعيد حقوق سمعة الحكم بتاعه من قبل الاتحاد الأفريقي بعد ما أوقف الحكم وضيع عليه فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية في اليابان في دبي. لكن الكلام زي ما بقول لكم فيما يخص الأهلي، الناس اللي حاولت تتهم الأهلي بكل هذه الاتهامات الكاذبة والصحفيين المصريين المعدين اللي عملوا مداخلات مع برامج إذاعية في تونس عشان يسربوا لهم ورقة مضروبة قالوا ان هي صادرة من شركة برزنتيشن راعي النادي الأهلي للنادي الأهلي عن تحمل رشوة الحكم، شكلكم ايه دلوقتي؟ شكلكم ايه بجد؟ ولا حاجة، هو عارف من الاول انه مش هيوصل، هو يعني حقق هدفه ساعتها، يعني كل الكذب وكل الافتراء وكل الادعاء الباطل وكل الصاق تهمه بنادي مصري عظيم غصب عنكم انه يتهم لدى اعلام دوله شقيقه بانه راشي، وبعد كده يصدر صك البراءه من الاتحاد الجزائري من الاتحاد الافريقي للاتحاد الجزائري. طب ايه معنى كل اللي فات ده بعد ما حاولتوا كل التشكيك وإثارة الجماهير التونسية ضد جماهير الأهلي أو ضد النادي الأهلي أو ضد الرياضة المصرية؟ ليه اللعب بالنار بشكل غريب جدا ده؟ وبعد كده لما يطلع قرار البراءة وتثبت صحة وسلامة موقف الحكم محدش يكتب الخبر ولا حد يجيب سيرة على الإطلاق، يكتب فقط في الصحف الجزائريه يعني، بس الاهلي ده مش في مصر. اللي عشان بيقول لك الإعلام الأحمر الإعلام الأبيض، برضه بما إنك أشرت إلى ما قلته مع الاخ العزيز سيف، بيقول على الاعلان الاحمر، قلت له فينه؟ شاور لي عليه، قال لي ازاي؟ امال انا؟ قلت له لا انت اهلاوي بس انت مش اعلام احمر. اعلام احمر يعني ايه؟ يعني في القضايا التي تمس النادي الاهلي هناك من يدافع عنك، يظهر الحق. يعني كم برنامج كان حريص، ها يا استاذ ابراهيم خليك معايا ركز والنبي في الحته دي، سيبك من شوارب شويه، كان برنامج اهتم قوي لما اتقال ان المهدي مشكو في حقه وهيتوقف وتلقى الرشاوي بتاعه، مفيش شاشه في مصر ما ناقشتش هذا الامر، وما كانش حديث مصر على مدى اسبوع قبل مباراه الاهلي وبعديه، صح ولا غلط؟ صحيح. كان برنامج ناقش هذا غيرنا؟ لم يرد البراءه بقى لما جت ولا حد، كم واحد رفع سماعه التليفون، واخد بالك؟ وانا يعني احد الزملاء الصاعدين، انا مبسوط من مهنيته وشطارته، بقول له اهي جات لك حاجه، اهي وريني بقى حيادك واعمل تليفون وجيب الراجل وخليه يدافع عن نفسه، وبعدين علق انت عن سابق ايقافه وسابق اتهامه. هو ده اللي انا عايز اقوله، هو الاعلام هو انا عايز اعلام يتحيز للاهلي، انا عايز اعلام لا يتحيز ضد الاهلي، انا عايز اعلام اما يجي لحظة فيها حقيقة تبرز. هذه لحظة كنت أتصور أنها تبقى مسار، ده موضوع جيد، موضوع مهم، بيمس سمعة التحكيم الإفريقي، بيمس سمعة نادي والله العظيم ثلاثة مشرف مصر قوي قوي قوي. طبعا طبعا، جيبوا الناس ودافعوا عنا، خلاص راحت البطولة، انتهى، تحقق الهدف. بصوا بقى على شكلنا، إن مش مصر اللي تعمل كده، ومش راعي الكرة المصرية اللي يعمل كده.
ده الموضوع ده يخص برزنتيشن قبل ما يخص اي حد. طبعا طبعا انه يلصق بها اتهام بهذا الشكل في ورق فين مضروب فين محدش يحقق فيه، مع انه تسريبه عبر الصفحات وعبر السوشيال ميديا سهل جدا انه يثبت في خلال 10 دقائق. اول مره الورقه دي ظهرت فين؟ ومين سهل اللي بلغ إثباته؟ ده 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 الخلايا اللي بلغ. انا معد برنامج لاحد الزملاء الله، وتقال صراحة يا جماعة ازاي الامور دي ما بتحققش فيها، يا جماعة ازاي ما بتوصلناش ان احنا نعرف راسنا من رجلينا، يا جماعة عشان نخلي بالنا، عشان احنا كمان يعني ما احنا بني ادمين وفي الاخر لينا طاقة. يا اخوانا الشعب يريد الحقيقة الرياضية الناصعة الساطعة اللي يخليه لما نقول له عيب ما تعملش كده يسمع كلامنا. والان انتبهوا ايها السادة بعد الفصل. والآن انتبهوا أيها السادة، انتبهوا، لأنه الآن الأهلي أنجز خطة دعم وتدعيم غير مسبوقة في السنوات الأخيرة من حيث عدد اللاعبين الأكفاء، من حيث أسعار اللاعبين الأكفاء، من حيث المعاني اللي تدفقت في بين كل هذه الصفقات، من تضحية، من لعيبة بتسيب فلوس كتيرة جدا، من لعيبة بتبدي تمسك بالرغبة في اللعب للأهلي بشكل مطمئن جدا على مستقبل علاقتهم بالنادي، لعناصر شابة وشديدة التميز، وبالمصادفة كانت كلها محل رغبات الرأي العام. يعني في استقرار فني وده الأساس فيها على ترشيح هؤلاء اللاعبين، في موافقة من الجهاز الفني على ضرورة جلب هؤلاء اللاعبين، في ترحيب من الرأي العام، في ترحيب شديد من الرأي العام مع كل واحد من دول. كان إعلان خبر انضمام حسين الشحات للأهلي حاجة مبهجة جدا، ياسر إبراهيم، محمد محمود، محمود وحيد، مش عايز أنسى حد، لأنه ما شاء الله يعني رمضان صبحي عودته معارن. إحنا بنتكلم على تدعيمات على المستوى الكيفي والكمي شيء غير مسبوق. البهوات اللي لابدين للاهلي في الدره او حمدي فتحي يعملوا ايه؟ يعني يا الهي يا الهي لقد نجح. يسيبوك في حالك؟ لا. وانا بقول لكم الحملات المدبره ضد الاهلي مدفوعه الاجر قويه جدا وعنيفه جدا، وارجو الا نضطر الى فتح اسماء كتيره، لانه الشواهد واضحه جدا. ما يحدث من تشكيك وضرب في استقرار الفريق بمجرد ما اللعيبه لعبت 90 دقيقه واضح جدا. في انديه جابت لعيبه في الصيف اللي فات لغايه دلوقتي ما لعبوش، لكن ما حدش فتح بقه خالص، ومعناش برضو في معرض المقارنه، ولا مهمومين بمراجعه صفقات حد او اي شيء. لكن اللي احنا بنتكلم عليه ايه؟ المعالجه الموجهه قوي ديت اللي هدفها اعاقه حركه الناس الجديده، وبيضرب لك في السليم بسرعه على مواقع معينه وفي صفحات معينه وفي بعض الصحف الكلام على فشل الصفقات الجديده، وبيضرب في اغلى حاجه. في حد سمع فيكو او لاحظ انه الراجل مارتن لاسارتي ممتعض من حسين الشحات او رمضان صبحي؟ انت راجل مسؤول وتابعت الراي الفني كان لمستر لاسارتي ايه؟ انا عايز اقول حاجه. يعني هو مستر لاسارتي بيخلص التمرين بيروح يقعد في قهوه الاعلاميين وقول لهم معاهم كده احسن، انا مستاء، انا مستاء جدا من فلان وفلان واكتبوا الكلام ده. يعني انا عايز اعرف، هيقول لك مصدر من داخل النادي يقول، هو دي الخطورة، انك على طول تلقح كلام في المجهول وترمي كلام على المجهول. وبعدين مين قال؟ مين هو النادي الاهلي من يوم ما جاب الصفقات نتائجه عامله ازاي؟ في ايجابيات طبعا، حتى اللي بيلوم رمضان صبحي بيلوم انه بيضيع جوان او بيرقص وما بيجيبش، انما بيوصل لجون كل ثانيه.
كان فين ده من مدة يا جماعة؟ تنبهوا. وحتى الآن التشكيل لم يضم أكتر من 2-3 من الصفقات الجديدة فنيا هيشتركوا. حتى هي الفكرة إيه؟ الفكرة إنك أنت عندك لعيبة تقيلة كانت موجودة عندك رجعت. ولعيبة تقيلة تم ضمها. مش بالضرورة بقى إنك أنت نقعد نقارن يعني ده ما بيتمش في حتة تانية، ما بيتمش غير عندنا. أيوه. ولذلك خلينا في ولادنا. دول اللي همونا. خلي بالكوا جدا. الجحيم هم الآخرون، خلاص؟ هنجيلها ديت. لا أنا عايزك جملة مش عايزك حاجة للموضوع. الجحيم هو الآخرون. وهي جملة فلسفية. جان بول سارتر. يا جماعة الجحيم مش لا أنا ولا أنت، ده هم رأي الناس وتدخل الناس وتصرفات الناس كان زمان يقول لك ايه ده فلان جاب سيرتك بس كل فين وفين ولا سمعته ولا شفته ولا تفتح التليفون تلاقيه جايب سيرتك فعلا كويس الآلية اللي موجودة النهاردة يعني كان في فيلم أجنبي خلينا نضطر القعدة شوي الفيلم الأجنبي واحد نزلت عليه صعقة ولا خد دواء معين حاجة كده يعني مش طبيعية فخليته يقرا افكار الناس فيقابل عادل القيعي وهو الظاهره هو كان عادل ده بيقول له يا حلاوتك الجمال اللي خليت للحلوين ايه فيلاقي عادلي الكلام اللي بيتقال ترجمته مختلفه ايه سبتاع بقى جالنا ايه القرف ده واليوم اللي هنصطبح بخلقته ففضلت الناس بيسمع افكارها عاش في حاله من الجحيم انت عارف ان الفيسبوك هو ده زي الاختراع فطلب ان تجيله الصعقه دي تاني ترجعه الحاله انه ما يقراش حاجه لانه عارف حاجات ما كانش بيوصل لها النهارده انت بتبقى قاعد الكلام اللي كان بيتقال بعيد عنك وما يوصلكش وفي حجرات مغلقه اصبح بالصوت والصوره والفولو بيجيلك في ثانيتها فانت هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولذلك تجد التضارب حتى في التقييم التضارب في الترحيب التضارب يعني كان بيتشتم اول امبارح النهارده هو البطل بتاع النهارده ويرجع تاني يضيع جون يبقى يتشتم تاني يفتكروا انه لا هذا هو الخطر الذي ننبه ولادنا اليه خليكوا مع النادي الاهلي ما تبلعوش الطعم تحت اي ظرف ويبقى الكلام الموجه الضرب في اعلى نقطه حسين الشحات ورمضان صبحي صفقتين امال ايه يبقوا مميزين جدا ازاي اقدر اوقعهم بدري ازاي اقدر اشكك فيهم ازاي اقدر اهمدهم ازاي اقدر اطفي فرحه الجمهور بيهم يا جماعه اي فريق بيكسب مفيش فريق بيكسب الا داخل مناخ صحي اخطر حاجه ممكن تحصل مع فرقه الاهلي بكل هذه التدعيمات انه يتساب هؤلاء الاخرين يصنعوا مناخ سلبي حوالين الفريق بالذات في عصر السوشيال ميديا اسهل شيء واخطر شيء صناعه المناخ السلبي لانك هتهز الارض من تحت الناس هتفقد الثقه بين العناصر هتخلي كل اللعيبه ما عندهاش هذه الدفعه المعنويه ما انت النهارده الدفعات المعنويه لاي فريق الطاقه الايجابيه بتتوفر منين كان الاول بتتوفر من المدرجات لما يبقى فيه جمهور كتير فاللاعب ينزل للملعب ياخد شحنه ايجابيه غير طبيعيه. انت النهارده بتعبي الاجواء حوالين منه بكل التشكيك وكل الاساءه ليه. فتهمد كل طاقته وتفقده تماما حتى طموحاته. استاذ ابراهيم دقيقه بدقيقه. ولحظه بلحظه وبعدين جرنان في جرنان والاقي المساله كما لو كانت الامور ماشيه باتفاق ما. لانه انت بتضرب في نقطتين. الاقي النهارده الأهلي في أزمة بسبب صفقاته الشتوية لسارت غير مقتنع برمضان والشحات ويتمسك بماهر والشيخ إثارة الفتنة وألاقي جورنان آخر لا بقى الثنائية دي وألاقي جورنان آخر الأهلي خائف من لسارت قلق شديد ضرب إدارة النادي نتيجة تخوفها من موقف الأوروغوياني مارتن لسارت المدير الفني تجاه رمضان صبحي وصنع ألعاب الفريق في الفترة المقبلة بعد المعلومات التي نمت إلى علم مسؤول النادي عن تحفظ مارتن على الحالة الفنية والبدنية لرمضان صبحي وبعد كده يدخل على القيمة اللي دايما هيبقى فيها متاجرة وضغط بيكلف النادي بكذا ومحدش بيتكلم انه الكابتن اسماعيل يوسف لما اتكلم قال ان احنا جبنا
فرجاني ساسي باربعه او بخمسه مليون يورو، ما حدش اتكلم خالص ولا سمعوها. ويدخل بقى هذا التقرير: لم يتوقف الامر عند رمضان صبحي بل امتد الى حسين الشحات الذي يشغل ايضا مركز الوسط المهاجم، واللي 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 انه هيجد صعوبه بالغه في الانسجام المعنوي والخططي مع زملائه. ازاي؟ مين قال؟ شوفوا ساعه لما الاهلي كان بيعلن عن صفقاته، سمعت رئيس نادي الزمالك في محاولة ضرب الإسفين المباشر: هتعملوا إيه؟ هتدوا رمضان صبحي كام وحسين الشحات هياخد 20 مليون جنيه؟ أمال هتدوا وليد سليمان وناصر ماهر كام؟ ويبقى الكلام واضح جدا في التوجيه. لما كلنا وقالت هناخد زينا زي زمايلنا يضربوا في حاجة تانية. ففوجئهم إنه اللي أنت عايز تستخدمهم للضرب فيما بين علاقة اللعيبة ببعضيها وإحداث هذه الفتنة، تلاقي اللعيبة اللي جاية من بره: لا مش هناخد أكتر من اللي موجودين. ولما يتسأل الكابتن أحمد فتحي يقول كده برضه، فيبقى الكلام إنه لاسارتي غير مقتنع. وزي ما المهندس عادل قال: لا لا أكتر من كده، لاسارتي ما بيقعدش على قهوة الإعلاميين. لا ده سيبك من كده، يا ريته غير مقتنع، ده يحط لك اتنين قدام اتنين بحيث باستمرار يبقى فيه تضحية بحد. يقول لك هو مقتنع بالشيخ وبناصر، فأنت لما تيجي تقول له لا إزاي بقى حسين ورمضان، يبقى انت بتختار حسين ورمضان بقى قدام هذا. كلام عبث عبث والله، لان مصلحه الفريق ان يبقى فيه عناصر قويه جدا جدا تحرز البطولات. كل واحد عايز يشيل ميداليه يحطها في تاريخه، يشيل بطوله يحطها في تاريخه، محدش هينافسن على حد، مش في النادي الاهلي، في اماكن تانية ممكن بس مش في النادي الاهلي. وبعدين ليه احنا بنقول انتبهوا؟ لكل الجمهور الحريص على الفرقه والغيور على الاهلي، خدوا بالكم اي لاعب بيجي بياخد وقت عشان ينسجم، ينسجم تكتيكيا وينسجم فنيا وينسجم ايضا نفسيا مع كل زمايله ومع فكر الخواجه اللي هو ايضا كمان مدرب جديد على الفريق. فبالتالي الفتره ديت محتاجه المزيد من الدعم، مزيد من خلق الطاقه الايجابيه في المناخ الصحي للفريق، وانتظار تحسن النتائج شويه بشويه. زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال، الامور بعد كده هتمشي احسن بكتير، لانه ما فيش شك ابدا في الكفاءه اللي موجوده ولا في الجهود الكبيره المبذوله. قد اجمعت الفتره الاخيره مين اجهز فريق واكثر فريق تكاملا وانسجاما، مش الزمالك؟ كل الشاشات بتقول كده. تعال شوفها اول ما جه جروس كانت بتقول ايه، بحذر شديد جدا، وبعدين سابوه يشتغل، استنى لما انسجم، استنى لما اتعرف، استنى استنى. ساعد على كده بقى الكلام اللي هم بيدعنوا مدعيين منه، تأجيلات الأهلي اللي ما وجدتش ضغط في النتائج يخلي حد يقلق. فأنت عمال بتبعد، عمال بتبعد، عمال بتبعد، لما خدت الثقة وقفت على رجليك، والنهارده بيحدث هذه التعليقات. على الرغم أنت لما تشوف النتائج حتى اللي هي تصلح للمقارنة على المستوى الافريقي، الاهلي لعب ماتشين اتعادل في واحد تعادل ايجابي، ها وكسب الثاني، كسب الاولاني وكسب الاولاني واتعادل في الثاني خارج الارض تعادل ايجابي. الزمالك اتعادل تعادل سلبي في الخارج، ها وكسب وصعد في الماتش الثاني وصعد. يعني على اي اساس ان ده كوخه وده دحه يعني؟ ودي بطوله غير البطوله وظروف غير الظروف. على الرغم ان بطوله الكونفدراليه دي لما الاهلي يكسبها يا رب يكون عندنا التعليقات دي. اتقال عليها بطوله ملهاش لازمه وضعيفه. النهارده بتصور انها الانجاز الكبير. اي بطوله انجاز كبير. طبعا. احنا مش هنعمل زي غيرنا. صحيح. لا. اذا الزمالك استطاع ان يفوز بالكونفدراليه هيبقى حقق شيء محترم يستحق عليه التهنئه. مش هنقول بقى نبوخها عشان احنا مش فيها. لا طبعا، هي بطوله. الامور يعني زي ما انت بتقول كده، عايز انتباه وعايزين ناخد بالنا، والا يعني هنبلع طعم مش كويس. وعشان ما نبلعش الطعم اللي مش كويس، نشوف راي واحد مش اهلاوي لكنه دايما وابدا عنده هذا القدر من الموضوعيه في الحكم على الاشياء حتى اللي تخص الاهلي، وهو كابتن الزمالك ونجمهم المرموق الكابتن فاروق جعفر. نشوف الكابتن فاروق شاف هل
صفقات الأهلي فيها أزمة ولا لا؟ يعني تحليل موضوعي، وهي مسألة مش أكتر من كده، ومش مطلوب إن أنت بتنزل ناس بيعملوا لك سحر في الملعب ويقلبوا الدنيا ويخلوا يلغوا المنافس ويحولك هجومك لطوفان بين يوم وليلة. وحتى أنا ضد فكرة إن أنا كل ماتش ما سيطرش فيه واسحق اللي قدامي وأضيع خمس فرص وأجيب خمس تجوان أبقى لعبت وحش. أنا بلعب واللي قدامي بيلعب، بس لازم أنا أخرج كل أرقامي أكتر من أرقام المنافس بتاعي. لو حصل كده يبقى أنا الأحسن، مش عايز مناقشة. بعد كده من سبع فرص أجيب ثلاثة، كان المفروض أجيب خمسة بس جبت ثلاثة، مش معنى كده إن أنا وحش. لأن في سبع فرص دول يعني في تكتيك بيتعمل، يعني في أسلوب خططي بينفذ في الملعب بيوصلني للجول. لازم قياساتنا تختلف، مش الجماليات هي كل حاجة في كرة القدم. حسين الشحات مش هيعمل لك الكور بتاعت رونالدينو، لكن هيبقى بيعمل لك كور شبه محمد صلاح في الأداء ومحمد بركات، لكن ما هواش شبه أبو تريكة والخطيب، مختلفين. رمضان ممكن يبقى نموذج أقرب للمهارات بتاعت اللعيبة أصحاب المهارة، إنما ما هواش عنده بقى الشغل التكتيكي العالي قوي ده بتاع يعني مثلا بركات أو لا. إحنا بنتكلم بنجيب النجوم اللي الناس اقتنعت بيه عشان يعني نسهل الشرح بتاع الأمور. الأهلي في تطور، الأهلي في تقدم، الأهلي في تفاؤل، الأهلي في يعني بإذن الله تجي هتتحسن، وانت لو كسبت 3-4 ماتشات ورا بعض باذن الله كل الكلام ده هيختفي ان شاء الله. وتلاحظوا حاجه يا جماعه، العناصر شديده الكفاءه والتميز في الاهلي صغيره، ما حدش واخد باله ان احنا عندنا 6-7 لعيبه مواليد 97 و98، يعني 20 و21 سنه. اذا كنا بنتكلم على رمضان صبحي، على ناصر ماهر، على كريم ندفد، على هاني، حتى صلاح محسن نفس السن بتاعهم، محمد محمود نفس السن بتاعهم، كل دول مواليد 97 و98، والباقيين مش اكبر كتير. فبالتالي انت بتتكلم على عناصر، حتى احمد علاء لما نزل من تحت السن، عناصر عاليه جدا في الكفاءه وعندها نضج واضح جدا. فمزيد من الكلمه الاولى اللي قالها الكابتن فاروق جعفر، اللعيبه دي مع شيء من الثقه وشيء من الدعم هتبقى مختلفه خالص. مين اللي يوفر ده؟ كل المحيطين. الجهاز الفني عليه دور في التهيئه النفسيه وفي المؤكد ان التجهيز المعنوي للعيبه دي مساله مهمه. لما يجي لك لعيب الجمهور، ان الجهاز الفني يتجاهل الاخرين طبعا، فكونه مقتنع بالتنين دي حاجه جميله قوي. هتاخد وقت الى ان يتم هذا التطفير، لكنه التشكيك كمان يوصل لمركز حراسه المرمى، وان الاهلي محتاج واحد يكتب لي الاهلي عايز جونين ويرشح لك الاسماء. طب ايه واللي عندك دول ايه؟ نشوف رأي الكابتن فاروق جعفر فيهم. تقييم موضوعي، وهو فعلا كل انت بتتعرض لكم محاوله فبتغلط كم غلطه، انت بتجي لك كم فرصه فبتجيب كم جون وبتضيع كم جون. ولذلك انا دايما بقول ان اللاعب بره تبقى منبهر انت بلاعب يجي النادي الاهلي تفقد حماسك له. ليه؟ انت وانت هو براك بتشوف ايجابياته وتتغاضى عن سلبياته. يعني تشوف هو بيشوط كوره تقوم تطلع زي الصاروخ فوق العارضه، او تيجي في العارضه، او تيجي في المقص، مش فاكر له الحاجات التانيه، تقوم تقول يا خبر اسود ده شاط واحده جامده، ده احنا ما عندناش حد بيشوط كده، مع ان دي مثلا كوره او اتنين طول الموسم بس انت شفتهم. طيب اما يجي عندك بقى، اما شوط الكوره اللي فوق العارضه، يا عم اظبط رجلك يا عم، فلقتنا انت كل كوره تشوط. طيب ما بيرجعش يدافع بعد ما بيسيب الكوره، يا سيدي اتحرك من غير كوره، شوف مستخبي ازاي، يبتدي يصطاد له الحاجات اللي ما كانش بيحاسبه عليها وهو مش موجود معاه. النادي الاهلي عايز لعيب منضبط تكتيكيا، يتالف مع زمايله ويتحرك بكوره بدون كوره. على راي مانو جوسيه، اللي ضيع الكوره هو اللي يجيبها، لو راس الحرب ضاعت منه ما يوقفش لحد الكوره ما تتقطع، يفضل يجري لحد ما جيبها. ده كان بيخلي لك
شكل وضغط غير طبيعي على اي منافس. لما تبقى الحاله جماعيه انت بتخنق اللي قدامك. هتيجي الحاله دي باذن الله، هتيجي. شبابك صغير وبيجري كتير مع بس ربنا يكفينا شر الاصابات، لا هتشوف حاجه مختلفه باذن الله ان شاء الله. وعلى ذكر الصفقات يا جماعه والجدل الاعلامي حواليه، برضو برغم ان الاهلي اعلن عن تفاصيل صفقاته، كل صفقه تقريبا الناس عرفت اللاعب اخذ كام، النادي بتاعه اخذ كام، اللاعب ضحى بكام، كانت الامور واضحه جدا. لكن الملاحقه الاعلاميه الدائمه لصفقات الاهلي بتخليها بره الواقع بنسبه كبيره جدا. مؤخرا لقينا لاعب افريقي مهم جدا زي شمس بيكلي بينتقل من بتروجيت للمقاصة. تخيلوا بيكلي وهو بينتقل انتقل بكام، وقبل كده الاهلي طلبه كان بكام، وبتروجيت كان موقفه ايه؟ تصريح هتسمعوه بلسان بيكلي: لو كان في الاهلي ما كناش خلصنا. بس نسمعه. بداية لازم نقول مين هو شملت بيكلي. واحد من اهم اللعيبة الاثيوبيين. يكاد يكون نجمهم المفضل المدلل في اثيوبيا. اداؤه لما اللي بيتابعوا اداؤه، لاعب عنده كل مهارات كرة القدم. هو صانع العاب مميز، هو لاعب يندفع من الخلف الى الامام، وعجون كويس، عنده عجون سواء بالهيد او بالشوتينج او بالبليسنج او بالدريبلينج، عنده كل الحلول امام المرمى. فده لاعب كان فعلا يفيد اي فريق. ال 20 مليون الكلام ده كان من ثلاث سنين. سنتين هو قال؟ لا ثلاثة، يعني ثلاثة. ما دي الثالثة. المبلغ ده كان خزعبلي. كنت موجود انت في لا المبلغ. ما كنتش مسؤول بس كنت عارف. ده رقم خزعبلي وقتها. رقم خزعبلي. زي النهارده الارقام اللي تعدي 60 و 70 مليون. ممكن انت لو قلت 20 مليون دلوقتي الناس تسمع، تبتدي تسمع الرقم يعني. لكن عشان بقى نتكلم في سوق يعني، رغم ان الارقام زادت دلوقتي هو اتباع ب 5 مليون. طب هتقول لي ليه؟ في عنصر واحد ممكن يفسر ده الى حد ما، ان وقتها شمل سبيكلي كان فاضل له 3 سنين. فبتروجيت بيتفاوض من ارض قويه. ايوه، انما دلوقتي هو فاضل له 6 اشهر. ده خلاص، ده هو السنه دي كان يمضي. اي حد مساله بقى يمشي ببلاش ولا اخد ال 5 مليون. ايوه، هو ده التفكير اللي فرق. طبعا اللي فرق بس رغم ان المفروض الاسعار زادت هو مبلغه قل. والاسعار زادت الصفقه. وبعدين بص بقى التوفيق هنا، التوفيق في الصفقات. يعني المقاصه مغلوبه 1-0، ينزل، ما هو ابتداش الماتش. ايوه، ينزل يجيب جولين. وانت تشوف الجولين، واحد بالهيد باندفاعه يعني مش طبيعيه، يعني زي احسن فيرود في الدنيا هيدر، يجي يندفع من بره ال 18 على الاوفر ينقض ويجيبها جول. اذا التوفيق مهم، انك تنزل تعلم على طول. مش تمام بيحصل ده. فطبعا احنا بنتكلم على التوفيق. التوفيق. طيب، بعيدا عن يعني انهاء الاهلي لموسم ماركاتو شتوي رائع جدا بكل التدعيمات القويه، يسير النادي الاهلي في انفاذ كل برنامج عائله الاهلي. برنامج عائلة الأهلي اللي مجلس الإدارة بان الانتخابات كان قدم الكثير من هذه التصورات وهذه الأفكار للارتقاء الكبير بالأهلي على كافة الأصعدة. كرة القدم الأمور ماشية زي ما حضراتكم شايفين، هناك يعني نوع من التطوير الكبير حتى لقطاع الناشئين في المرحلة اللي جاية. قطاع النشاط الرياضي ماشي بشكل كبير جدا، القطاع الإنشائي على كافة المقرات تسير بخطة كبيرة جدا. ايضا على سبيل او فيما يخص المنشات الرياضيه، النادي الاهلي النهارده تنفيذا لبرنامج عائله الاهلي بيفتتح صالتي تنس الطاوله والجمباز. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعدد من اعضاء مجلس الاداره
حضروا هذا الافتتاح لصالة تنس الطاولة وصالة الجمباز. الصالتين فيهم أحدث الأجهزة وكل الإمكانات الكبيرة جدا. هنشوف مباراة بقى في البينج بونج بين خالد مرتجي ومين ومحمد مرجان ولا محمد الجرح. عموما هنطلع للتقرير. في التقرير هنشوف مراسم افتتاح الصالتين بحضور الكابتن محمود الخطيب، وهناك لقاء مع الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز. ومن التقرير والدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي وبعض أعضاء المجلس أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز حول هذه الإضافة الكبيرة للمنشآت الرياضية في صالة الجمباز في النادي الأهلي وأيضا تنس الطاولة. وبعد التقرير نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف حكاية هذا المنطق التائه بين القوة والنتائج. الحمد لله بعد تكليف المجلس بالملف ده اللي هي الحمد لله فتحنا خطوط كتير جدا مع الجهاز الفني هنا عشان نوصل لافضل المعايير مع الاتحاد المصري مع الاتحاد الدولي عشان نوصل لافضل حاجه زي ما حضراتكم شايفين من ناحيه الادوات من ناحيه الاجهزه من ناحيه السيفتي ساوند سيستم الاضاءات كل حاجه. الحمد لله احنا دلوقتي بصدد ان الاتحاد عرض علينا انه بيطلب ان منتخب مصر يجي يتمرن هنا، فطبعا دي حاجه اضافه جدا لان اولادنا هتبقى دي اضافه ليهم ان هو مكان زي ده الاتحاد يعني يتكلم عليه ويثني عليه بالشكل ده. فالحمد لله دي اضافه كبيره. سعداء جدا جدا برد فعل اللعيبه زي ما حضرتك شايف رد فعل اولياء الامور، يعني الجمباز بيعيش احلى فترات حياته وهو ده النادي الاهلي في استكمال مسيرته. خلينا برضو نتكلم في ده انه المجلس السابق كان ليه دور في الجمباز في انه يطور الصاله، والحمد لله المجلس الحالي كمل على ده وزاد عليه وطور في الاجهزه. كمان هنفاجئ الناس باذن الله فيما يخص الجمباز باذن الله بان احنا هنعمل اكستنشن زياده للاطفال الصغيرين الكيدز، هنعمل كيدز جيم للاطفال تحت 3 سنين، بالاضافه لان احنا عندنا تصور لادخال لعبه الايروبكس ودي جزء من العاب الجمباز ان شاء الله هتبقى موجوده. وكمان مفاجاه مجلس لاعضاء النادي في مدينه نصر ان هيكون في جمباز في مدينه نصر باذن الله في ظل الامكانيات اللي موجوده، هتبقى حاجه محترمه جدا 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 ان شاء الله. اسره الجمباز سعيده سعاده غير طبيعيه بالنقله اللي حصلت والتطوير الكبير اللي حصل زي ما حضرتك قلت. فعلا الاجهزه اللي جت على اعلى مستوى، مواصفات عالميه معتمده دوليا من الاتحاد الدولي. مجلس اداره النادي مشكورا خد قراره بان لازم التطوير يحصل على اعلى مستوى، مفيش يعني نص نص ممكن تعمل حاجات يعني توازنها ماديا، لا المجلس كان عنده رؤيه ان احنا لازم نجيب احسن مواصفات عالميه واحسن ماركات عالميه، وفعلا ده اللي حصل. المجلس قرر التطوير بالكامل من اول يوم، وده كانت في خطته اللي مرتبطه ببرنامج عائلات الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي والمجلس ادارته والاسره الجمباز جوه النادي الاهلي. اللي احنا شايفينه النهارده هو فعلا مجهود سنه تقريبا. احنا كاتحاد مصر الجمباز النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كان طلب مننا المشوره والمعاونه الفنيه، وجينا عملنا عده اجتماعات من سنه فاتت جهزنا فيها ايه افضل الامكانيات وافضل السبل وافضل الشركات اللي ممكن تجهز الصاله، لحد ما رسى الموضوع على الشركة الفرنسية. بعدها حصلت مشاورات بيننا وبين الشركة وما بين النادي وما بين الاتحاد لوضع أفضل تصميم لاستغلال المساحات اللي موجودة هنا في الصالة. الحقيقة النادي الأهلي جاهز الصالة بأحسن إمكانيات موجودة عالميا. الصالة النهاردة تعد من الصالات رقم 1 في مصر، اعلى مستوى اعلى سيفتي. احنا كان عندنا مشكله هنا في النادي الاهلي رهيبه فعلا، وكانت بتمثل خطوره على الـ على الـ على اللاعبين، وكان في اصابات كتير جدا في الملعب. والحقيقه ده اللي في اول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب
وكنا اتكلمنا معاه وقلنا له ان في مشكله. الراجل لم يتاخر واخد قرار فوري ببدايه العمل في هذا المشروع. والنهارده فرحتنا يعني احنا طبعا عشان متحيزين شويه لعبه الجمباز، احنا فرحتنا كبيره جدا 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 زينا زي اعضاء النادي الاهلي، لان الصرح ده زي ما هو بيضاف للنادي الاهلي فهو بيضاف لاسره الجمباز. الصاله دي زي ما حضرتك شايف الناس في منتهى السعاده بالصاله اللي موجوده، سواء لعيبه النادي الاهلي سواء الاتحاد المصري للجمباز. بصراحه مجلس الاداره وعد فاوفى، صرح رياضي هيضيف للعبه الجمباز اضافه كبيره جدا. الملعب ده هيطلع لمنتخباتنا ان شاء الله. عندكم في مواهب كبيره جدا في النادي الاهلي، في اداره قويه، في ملعب باجهزه قويه بالشكل ده، لازم نوصل للعالميه باذن الله. اللعبه دي مشكلتها ثلاث ارباعها هي وجود الصاله والاكويبمنتس، وبعد كده بيجي الدور الفني وبيجي الدور اللي هي دعم تعاونيه الامور والاداره. فالحقيقه هم قطعوا اكتر من نص المشوار عشان يطلعوا لعيبه، وانا زي ما قلت لك كده انا مبسوط مرتين، مره علشان خاطر النادي بتاعي ومره عشان خاطر الجمباز بشكل عام في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة المنطق التائه بين القوة والنتائج. الأهلي لعب ماتشين في مجموعته في دور ال 16 في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فاز في المباراة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي، وتعادل في المباراة الثانية في الجزائر مع شبيبة الثورة. لكن النتائج تبدو منطقية، لكن المجموعة الحقيقة تبدو غير منطقية خالص. نتائجها يا باشمهندس، الجولة الأولى الأهلي يكسب فيتا كلوب الكونغولي في القاهرة، يقوم سيمبا التنزاني يكسب شبيبة الثورة الجزائري في تنزانيا 3-0. فالبعض توقع أنه سيمبا كده دخل على خط المنافسة في البطولة، وأنه شبيبة الثورة فريق ضعيف لحداثة عهده بالمشاركة، أول مرة ظهور له على مسرح البطولات الأفريقية. تيجي الجولة الثانية تبين ان الامور مش منطقيه خالص. اول مجموعه خلطه بيتيشن، ما حدش شايف لها راس من رجلين. شبيبه الثوره اللي الناس شافته فريق ضعيف، انه خسر 3 من سيمبا التنزاني، وسيمبا التنزاني مرعب. يبدو شبيبه الثوره امام الاهلي افضل حالا واكثر تماسكا. البعض هيقول لا الاهلي كان وحش، الاهلي كان اقل في مستواه هناك لاسباب تتعلق بالارض والترتان والظروف بتاعه المباراه مما كان عليه في القاهره. طب هل سيمبا التنزاني المرعب اللي فاز على شبيبه الثوره 3 قادر ينافس؟ وهل فيتا كلوب الكونغولي اللي خسر من الاهلي هنا اقل من مستوى ان هو يكون وصيف الكونفدراليه للموسم الماضي؟ تيجي الجوله الثانيه تلخبط فعلا، لانه فيتا كلوب يفيق على سيمبا المرعب ويكسبوا 5. في جنان اكتر من كده؟ في جنان اكتر من كده. ايه جنان اكتر من كده؟ انك انت تبتدي في المعترك الكروي الافريقي انك انت تحط ثوابت وتحط تقييم مسبق لاي حدث. القوى الافريقيه اتغيرت وبقت محيره جدا. لكن لما تاخد العامل المشترك في الاربع ماتشات، ان الفريق اللي لعب على ملعبه استفاد من ميزه الملعب. الارض انحازت لاصحابها في الجولتين. الاهلي كسب على ملعبه، وتنزانيا كسبت على ملعبها، وفيتا كلاب كسب على ملعبه، وشبيبه الثوره وشبيبه الثوره تعادل مع الاهلي على ملعبه. هذه اعتبرها البعض نتيجه ايجابيه. ده اول نقطه في تاريخهم. لانه فريق حديث العهد. الثوره الذي اخرج طنجه. وطنجه الذي لاقى الزمالك. والزمالك تعادل خارج الملعب وفاز في الارض. اذا الارض تحيزت لاصحابها برضه. اذا مشي هذا الامر بهذا النسق،
نرجو أن يستمر حتى في الجولة اللي جاية دي. طيب بهذه النتائج تصدر الأهلي هذه المجموعة مبكرا، كيف رأت الصحف المصرية والجزائرية مباراة الأهلي وشبيبة الثورة؟ نشوف هذا التقرير. تعادل بطعم الفوز حققه الأهلي خارج أرضه أمام نظيره شبيبة الثورة الجزائري، قفز به إلى صدارة المجموعة الرابعة بدور 16 لدور رابطة الأندية الأبطال. الصحف المصرية رأت المباراة بعد انتهائها بوجهات نظر متباينة بين الإنصاف والاعتدال والمبالغة في انتقاد الأهلي، فبينما اعتبرت الأهرام أن تعادل الأهلي ثمين وكتبت الأهلي يخطف تعادلا ثمينا من الثورة الجزائري يتصدر المجموعة الرابعة، كان للأخبار المسائي رأي مغاير وقاس فكتبت الأهلي يترنح. أما جريدة المساء فشبهت التعادل بقنص ثمين استنادا لتوقيت هدف التعادل الذي سجله الأهلي قبيل انتهاء المباراة بخمس دقائق، فكتبت الأهلي اقتنص التعادل من الشبيبة الجزائري، نيدفيد سجل الهدف الغالي في الوقت المثالي. اعتدلت الأهرام المسائي في وصفها لنتيجة اللقاء فكتبت قمة الثورة مرت بسلام. مسك الختام فيما رأته الصحف المصرية كان عند صحيفة الأخبار التي رأت أن أداء الأهلي في صعود فكتبت عنوانا محفزا جاء فيه الفريق الأحمر يواصل عروضه القوية في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يتعادل مع شبيبة الثورة بهدف لمثله. على الجانب الآخر كانت الصحف والمواقع الجزائرية أقل حدة وتباينا في رؤيتها لأحداث ونتيجة اللقاء، فكتبت صحيفة الهداف شبيبة الثورة هدف الأهلي هدف، كتبت صحيفة الخبر الثورة تتعادل مع الأهلي، فيما كتبت صحيفة الشباك عنوانا يكشف فارق المئة عام بين نشأة الأهلي ونظيره الجزائري فكتبت الثورة يحصد أول نقطة في تاريخه على حساب الأهلي. برؤية منطقية لوضعية ممثل الجزائر في البطولة اعتبرت صحيفة الشروق الجزائرية أن التعادل مع الأهلي مبهر وإن كان لا يخدم حظوظ الثورة، فكتبت رغم أن الاكتفاء بالتعادل لا يخدم حظوظهم نجوم الثورة يبهرون يضمنون الفرقة الإفريقية في الجنوب. ختاما أبدت آخر ساعة الجزائرية الأسف على ضياع فرصة تاريخية على الفريق الجزائري فكتبت الثورة تضيع فوزا تاريخيا على الأهلي ونجيز يقال من منصبه. طيب تقرير واضح بيكشف حقيقة المستوى في التاريخ بين حداثة فريق شبيبة الثورة في أول مشاركة أفريقية له وبين الأهلي نادي القرن في القارة. التحليلات الفنية لهذه المباراة تبينت أيضا، لكن يمكن قليل منها وضع في اعتباره طبيعة أرض الملعب وظروف المباراة. نشوف الكابتن وائل جمعة في قناة بي ان وهو يحلل تعادل الأهلي في الجزائر. هو طبعا في ناس انساقت وراء فكرة التقييم المسبق للقوة فرأت ان الأهلي ما يلعبش بتحفظ ولازم يلعب بهجوم إذا فريق صاعد مرعوب من النادي الأهلي أو عامل حسابه. ده اللي إيده مش في المية مش في النار. ده اللي إيده في المية. اللي إيده في النار يفكر كالآتي، أنا مش عايز أخسر بره أرضي خالص وأدافع في الشوط الأولاني ربما، وده على فكرة كان بيعمله كتير جدا في الفترة اللي فات السنة اللي فاتت كنا بنعمله، نستهلك الفرق هجوميا وتاني شوط نضغط عليهم. المفاجئ الجون اللي جه فينا
ده اللي قربك بعض الحسابات وده اللي غير النتيجه. لو ما دخلش فيك الجون ده كانت الناس هترضى وتقول لك الاهلي يفوز خارج ملعبه والاهلي يحقق مش عارف ايه والطموحات الهجوميه والتغييرات الذكيه والفلسفات وكنا هنخش في تقييم تاني اخر ان ده كان مقصود وقد يكون مقصود. لكن هو زي ما بقول لك من شويه ان انا مش عايز التشكيل الاضطراري اللي يحرمني من منطقيه التشكيل، بمعنى انا ما عنديش راس حربه، انا فرقه نازله بدون راس حربه. فالتشكيل يا كان يبقى رمضان صبحي راس حربه يتبادل مع وليد سليمان انه يبقى راس حربه. او حسين الشحات. لانه لعبها او انت رايك حسين الشحات ماشي بصرف النظر انا بتكلم لكن دول مش كنت محتاج راس حربه. هؤلاء ليسوا راس حربه، اذا انت بتغير بالتكتيك، انت بتهاجم بالتكتيك. وده اللي حصل الشوط الثاني. انك اديت حريه لنيدفيد انه يتقدم، شفنا قبل الجون ضيع جون واخد بالك؟ وشفنا جات له فرصه لو كان لحقها كان يعني ثلاث فرص جات لنيدفيد ما لحقش واحده، وواحده ما لعبهاش كويس، وواحده او لعبها مزنوقه، وواحده جابها جون. فهذه تعليمات ما تبقاش صدفه. فانا عايز اقول دائما خلينا نشوف الناس اللي بتفكر وبتتحمل مسؤولية تفكيرها بيبقى ايه. ممكن احنا بعد شوية نبص نلاقي ان لاسارتي ده لا يكتشف انه ما كانش فيه داعي لكل التحفظ ده، انا كان ممكن اهاجم من بدري بالظبط. وده الدرس المباشر، مزيد من الجرأة في مهاجمة برضو كل يعني المنافسين. شايفة جرأة بس وجهة دراية. دي وجهة نظر بعد الحدث مش قبل الحدث. أيوة ده الفرق. طيب نشوف بعد الحدث أيضا مساعد مدرب شبيبة الثورة كريم زاوي كيف رأى تعادل فريقه مع الأهلي. شوفوا الخلاصة في الموضوع ده، الإخوة في الجزائر ممتنين جدا أنه بس يلعبوا مع الأهلي في فريق شبيبة الثورة فريق حديث، لكن الدرس اللي ادهولنا ما اعرفش درس على المستوى المهني سليم ولا مش سليم، انه مخرج المباراه منحاز جدا، كل اللقطات اللي ممكن تكون منصفه للاهلي او عليها جدل ما بيعيدهاش خالص. اللقطتين اللي الكابتن وائل جمعه اتكلم عليهم اشتباه في ضربه جزاء او اشتباه في تسلل، عمل تسلل على علي معلول وما كانش تسلل. وراك يا أهلي كان شعار غير المعلن الذي رفعه عقلاء جماهير الأهلي على صفحات السوشيال ميديا دعما لفريق الكرة في مواجهة القلة من أصحاب الأحكام المتسرعة. كتب جروب أهلاوي وأفتخر، بصراحة لازم الدعم والثقة من اللاعبين يكون أكتر من كده. وأكد جروب الأهلي فوق الجميع على الدعم الجماهيري فكتب وراك يا أهلي بص وشوف وراك يا أهلي ألوف. كتب أهلاوي في جروب معا لرفعة الأهلي، على فكرة لاسارتي بيدرب الأهلي من 20 يوم نصبر لو سمحتم. على نفس الوتيرة في جروب مع الأهلي دائما وأبدا، مشجعة أهلاوية تدعم وتدافع، أرجو من كل أدمن صفحة أهلاوية لا يسمح بأي انتقاد أو إهانة لأي لاعب أو مدرب، اللي بيحصل ده تهريج مش نقد. يتدخل أهلاوي في جروب عشاق الأهلي ليذكر الجميع أن الأهلي في البطولة الإفريقية الماضية حقق نقطة واحدة من مباراتين، هذا العام حقق 4 نقاط من 6 نقاط. في جروبات أخرى عرج الأهلاوية للحديث عن اللاعبين فيدافع أحدهم عن الصفقات الجديدة في جروب نادي القيم والمبادئ، فاكرين لما بركات جه الأهلي قالوا خلص ومقلب، لازم نصبر على الصفقات حتى يتم الاندماج والتفاهم. يدعمه صوت حكيم من جروب عائلة الأهلي بروح الفانيلا الحمراء، مطلوب مننا كجماهير الهدوء،
لو رأي كل واحد اتحقق مفيش لاعب هيكمل في الأهلي. في اتجاه آخر نشر جروب صوت الأهلوية يبين تألق كريم ندفد في مباراة الثورة الجزائرية، وفي جروب أولاد التتش أثنت مشجعة أخرى على ندفد فكتبت: أنا رهنت على ندفد وكسبت الرهان، استمر. تفاعل جروب الأهلاوي الواعي مع إصابة وليد سليمان: من القلب كل جماهير الأهلي بتدعي لك، ألف سلام عليك يا أبو سليم. أما على تويتر الأكثر هدوءا كتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدته عن المباراة محملا لاسارتي مسؤولية التعادل، لكن الفنانة الأهلوية ندى بسيوني أبدت في تغريدتها أكثر رضا بالنتيجة فكتبت: الحمد لله نقطة مهمة خارج الأرض. ثم عادت لتضع تغريدة أخرى باسمها عبرت فيها عن سعادتها بتصدر الأهلي لمجموعته. غرد الفنان أحمد السعداني ساخرا من سوء الحظ الذي يلازم لاعب الأهلي فكتب معلقا على إصابة وليد سليمان: العجل اللي اندبح ده صيني ولا إيه؟ أما الكابتان حسام غالي فكتب بإحساس القائد محذرا وداعما: أكيد في حملة هتحصل على حسين الشحات بسبب عدم ظهوره بشكل جيد في أول مبارتين، محدش يعوم معاها، دفع عن الشحات اللي جاي أحسن، ودايما يا أهلي اللي جاي أحسن. بس كنا عايزين نشير لأن مسؤولية الإعلاميين تظهر في المباراة دي. حفيظ دراجي وهو رجل جزائري معلق جزائري ويتمنى فوز فريقه وبتاع، كان يستطيع أن يعمل رأي عام ويلهب الأحداث. جاء هدف احتسب تسلل فأكد على أن قرار الحكم سليم مع أنه كان في الثواني الأخيرة. هذه مسؤولية يجب أن يتحلى بها جميع الإعلاميين. صحيح. التعليقات اللي سمعناها فيها طرافة. الدكتور ياسر أيوب كاتب بيحييه بحقيقة حفيظ كاتب في هذا الموضوع، والحقيقة أنا أشكر دكتور ياسر أيوب أنه تنبه إلى هذا، لأنه الحقيقة ده اللي احنا عايزينه، ده الأمانة، الأمانة والمسؤولية. مش أن أنا أخلق أحداث وأخلق أوهام مع الزيت وخلاص لمجرد ان انا يعني انافق ابن بلدي انافق راي عام او ويحدث هذا او ان انا بحب نادي على نادي والكلام ده. الاهلي يتصدر مجموعته، هذه حقيقه. الاهلي عنده مباراه على ارضه، اذا استطاع ان يفوز بها سيستمر في تصدر المجموعه. نتمنى التوفيق في المباراه القادمه، ودي هتبقى مباراه صعبه مش سهله، لأن سيمبا ده فريق عمال بيدينا نتائج غريبة قوي. نتمنى إن هو يكون ظهور جديد بشكل جديد للعيبة بتاعتنا، يقدم فيه الجديد الجهاز الفني. لو استطاع صلاح محسن إنه يعود بسرعة هيبقى عندنا رأس حربة. المباراة القادمة كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق لجماهير النادي الأهلي. وابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان. وجمهور الاهلي مش هيشجع الا الاهلي، وارجو ان يتوقف الجميع عن اي مغازلات او اي تلميحات. عندنا ماتش مهم الخميس، الخميس مباراه مهمه للاهلي مع المقصه، بعدها يكون معاكم في ملك وهيبقى في مباراه مهمه برضه، في مباراه بعديها مهمه للزمالك مع بيراميدز. لا يعني هو الاسبوع ده قد يدعي قطع على حروق اسبوع كرة حلوة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله. تصبحوا على خير.